السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. ومرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله البنات غندير معكم واحد الوصفه بزاف ديال الاخوات كيطلبوها. يعني اغلبيه ديال الوقت ما كتنجحش، تقدر تنجح تقدر ما تنجحش. اليوم جبت لكم الطريقه التقليديه ديال الصفه ديال الشعريه، يعني الطريقه التقليديه القديمه اللي علمونا مواتنا جداتنا. انا هذه الطريقه هي اللي كتعجبني صراحه، حيت بزاف ديال يعني بزاف ديال الاخوات كيديروها بواحد طرق اخرى مختلفه، اللي كيكب فيها الماء في الكسكاس، اللي كيكب الماء طايب. اللي انا اليوم البنات غدرسها لكم بواحد الطريقه مبسطه، وان شاء الله الا تبعتوا المراحل ديالها غادي تنجح معكم، وغتشوفوا بانها يعني وصفه سهله ولذيذة جدا وسريعة الصراحة، ما كتطلبش بزاف ديال الوقت. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، يعجبكم الفيديو قبل ما ننتقلوا. وكنتمنى يا رب العالمين، نتمنى التوفيق للجميع. الصفة ديالتي هانتوما كيفاش كتجي. زوقتها باللوز ايفيلي محمر وبشوية ديال السكر ثقيل ناعم والقرفة، هذا ما كان. دونك لو بلا كو جو في فيغ افيك فو اجوردي، دونك سي ان بلا qu'on fait normalement dans les occasions chez nous au Maroc. Donc c'est un plat sucré avec de la vermicelle, ou ce qu'on appelle comment on appelle ça, je ne sais pas, vermicelle fine là. Donc je l'ai décoré avec des amandes effilées grillées, de la cannelle et du sucre. Si vous l'essayez, vous allez voir que c'est très très bon. Vous pouvez le considérer comme un dessert. دونك ما نطولش عليكم البنات، ننتقلوا للفيديو ان شاء الله وتشوفوا المراحل، ما فيهاش بزاف ديال المراحل والطريقه سهله، الا تبعتوها ان شاء الله تنجح معكم. ننتقلوا للفيديو ان شاء الله البنات. هاد الصفه اللي غندير معكم كما قلت لكم، غندير الطريقه التقليديه فريمون ديال، لان الصفه بالشعريه كاين بزاف ديال الطرق اللي كيكب عليها الماء طايب، اللي كيكب عليها الحليب، جون سي با. انا غندير الطريقه ديال ماما، الطريقه التقليديه يعني الطريقه الاصليه ديال الشعريه. وغتشوفوا البنات يعني ما كتطلبش وقت كبير، وان شاء الله غتنجح لكم باذن الله الا تبعتوا الخطوات اللي غادي ندير. دونك عندي هنايا الشعريه المعروفه اللي كنصاوبوا بها الصفه، وغادي نحتاج للزيت بيان سور. دابا غادي اول المرحله الاولى البنات، كندير الزيت للشعريه ديالي، هذا ما كندير لا ما لا والو، كندير غير الزيت وكنحاول ندخل هذيك الزيت في الشعريه ديالي. نزيد شويه من بعد ما درنا الزيت للصفه ديالنا البنات، كنديروا لها غنديروها في الكسكاس ديالنا. انا كندهن الكسكاس البنات باش ما كتلصق ليا في الشعريه ديالي. دونك بونجور ا توس، بيان فيني سور ما شي. aujourd'hui je fais un plat je sais pas si je peux dire marocain oriental. Au fait on peut le considérer comme un dessert parce que c'est un plat un peu sucré. On met des raisins et après on va le décorer avec du sucre, de la cannelle. On peut le considérer un dessert. Vous allez voir que franchement c'est pas vraiment difficile, parce que la plupart croient que c'est un plat qu'on ne peut pas réussir. كما كنقول البنات، اغلبيه ديال الاخوات كيقولوا بان ما كيتنجح ليهمش الصفه. انا كنتاكد لكم الا تبعتوا الخطوات ديالي باذن الله غادي تنجح لكم بحول الله. كنديروا الشعريه ديالنا، ما كنديروش الماء في الاول، كنديروا غير الزيت وكنديروا الشعريه ديالنا في الكسكاس. يعني هذه الطريقه كما غنقول لكم، قلت لكم الطريقه التقليديه ديال الصفه الشعريه، وما كتطلبش بزاف ديال الوقت. هانتوما غتشوفوا، غادي نقول لكم بالضبط شحال دارت ليا ديال الوقت هذه الشعريه في الطياب. دابا غادي نديرها في فوق البرمه باش تبخر ليا. دونك جو في ميتر ما فيرميسيل ا لا فابور. Et ça va demander quoi 3-4 minutes. واحد 3-4 دقائق البنات، غنعطيكم التوقيت يعني بالتدقيق باش تنجح لكم الصفه ديالكم. لان الا خليتوها بزاف غادي تعجن، ولا ما خليتوهاش بزاف غادي ما غاديش تكون طايبه.
دونك نعطيكم ان شاء الله شحال كتبقى فوق، يعني منين كيبقى يطلع البخار نعطيكم التوقيت بالضبط شحال تخليوها. هانتوما البنات من بعد ما درتها في الكسكاس المره الاولى اللي يعني درت ليها غير الزيت، خليتها 5-6 ديال الدقائق بالضبط، ودابا غادي نخويوها. دونك المره الاولى خليتها 6 ديال الدقائق البنات. بالنسبه للمرحله الثانيه البنات هانتوما، دونك غادي نطلق الشعريه ديالتي، غادي ندير ليها شويه الملح. دونك جي ليسي ما فيرميسيل دونك على فابور بوندون 5 مينوت، دونك جي مي ان تي بو سيل، وغادي ندير لها شويه ديال الماء. صراحه ما كنديرش الماء بزاف، يعني غير الشعريه ديالتي خصها تكون تفزق. ديروش الماء بزاف عاوتاني باش ما تعجن ليكمش، هانتوما كتشوفوا يعني غير باش تفزق ليا بالماء، ما حدها سخونه. ما عرفتش كيفاش نعطيكم المقادير ديال الماء والشعريه، يعني المقادير كل واحد كيدير على حساب افراد العائله. الا عندكم ضياف نص كيلو راه كتعطي 500 غرام. كنفزك الشعريه ديالتي البنات هكذا، انا هذا الماء بارد ما كنديرش الماء طايب، لان كاين بزاف الاخوات يديروها بالماء طايب، وملي كيبغيو يعني الاخوات يجربوها بالماء طايب الصراحه الاغلبيه ما كتبق لهمش. من الاحسن هذه الطريقه يعني التقليديه، الا تبعتوها باذن الله غادي تنجح لكم. فوالا دابا الشعريه ديالتي كلها راه فازقه. هنايا عندي بالنسبه لهاد المقادير اللي عندي هنا، هنا في هذا عندي سيترو، دابا درت درت واحد 100 مليلتر ديال الماء، وغادي نخلي الشعريه ديالتي تنشف شويه تشرب هاد الماء هذا، نخليها تشرب شويه الماء ونعاودو نرجعو. بعد ما خليت الشعريه ديالتي واحد 3 دقائق شربت ليا شويه داك الماء، غادي نرجعوها دابا للكسكاس. بسم الله، وغنعاود نقول لكم شحال ان شاء الله غادي نخليوها باش نحيدوها. دونك غادي نغطي دابا الكسكاس ديالي وغادي نديه باش نخليه يفور ونقول لكم شحال دار ليا ديال الوقت. بالنسبه للمره الثانيه البنات خليتها 4 ديال الدقائق، هانتوما كتشوفوا ما خصكمش البنات تخليها بزاف فوق النار باش ما تعجن لكمش. وغنعاودو نطلقو هاد الماء، كنبقى ديما الماء بارد وهي سخونة، واخا كتحرق في الصبعان ماشي مشكل، كنطلقوها بالماء البنات. كنرشها شوية بالماء طيب. باش كتطلق لينا ما تعجنش، كيكونوا شي وحدين ملاصقين هكذا، هذاك الماء كيخليها باش كتطلق. وكتزيد في الحجم ديالها. دابا هذه المره الثالثه ياك البنات، المره الاولى درناها بالزيت، درنا المره الثانيه، لا هذه المره الثانيه.
دونك درت المره الاولى بالزيت درتها فات، دابا هذه المره الثانيه، لا هذه المره الثالثه اسمحوا لي، هذه دابا المره الثانيه ديال الماء، كنخليوها عاوتاني تشرب شويه هذا الماء هذا، وغادي تكون المرحله الاخيره، يعني ما كتطلبش بزاف ديال التفويرات كما كنشوف بزاف ديال الاخوات كاين كيخليها مع شحال من التفويره، ما كتبغيش بزاف ديال التفويره الشعريه. غادي نخليها تشرب شويه هذا الماء، وفي انتظار دابا تشرب لي الماء البنات، حيت هذه الصفه بيان سور غنديروا فيها الزبيب. انا دابا الزبيب ما كنفوروش مع الشعريه، عندي هنا الزبيب اللي رقد شويه في الماء، دابا غادي نديروه يفور بوحدو في الكسكاس باش ما كيعجنلياش الصفه ديالي، كنديروه يفور بوحدو وفي الاخر كنضيفوه. دونك جو في فير على لافور، جو في فير كوير مي ريزان سيك كو جو في ميتر دون ما فيرميسيل. خليت دابا الزبيب يفور، وغادي نخلي الشعريه ديالتي شويه باش تشرب داك الماء اللي درت فيها، وكنتوما كتشوفوا يعني هذه المره الثانيه ديال الماء، درت نص لتر ديال الماء صراحه بالعباره، يعني المقادير اللي عندي هنايا عندي شي نص كيلو ديال الشعريه، دابا البنات ان شاء الله غنديروا غنفوروا الشعريه ديالنا المرحله الاخيره، دونك هذه كما قلنا الثالثه، دونك انا كندير ثلاثه المرات والشعريه ديالتي كتكون واجده. بسم الله، غادي نقول لكم عاوتاني شحال غنخليها، المهم ما كنفوتش فيها 5 دقائق البنات في التفويره، كندير 4 حتى 5 دقائق في كل تفويره. غادي نديرو الشعريه ديالنا تفور، دونك جو في ميغ جو في ميتر ما فيرميسيل بور لا ديرنيير، سايي لا ديرنيير ايتاب على لابور، اي جو دي ا توت الوغ. هانتوما البنات المره الثالثه خليتها 4 دقائق، هانتوما كتشوفو بسم الله، ودابا البنات كنحلو الشعريه ديالنا بالزبده بيان سور، دونك لا جو في ميتر دو بور، نديرها بالفورشيت و ميم طون كتحل ليا الصفه ديالي. هانتوما البنات كتشوفوا يعني معاكم كتشوفوا الشعريه ديالتي ما معجنه ما والو، الا تبعتوا ان شاء الله هذه الطريقه، هذه يعني الطريقه التقليديه ديال الشعريه، وباذن الله غادي تنجح معكم. ندير ليها شويه ديال الزبده، يعني واحد 50 غرام باش كتحل لينا الشعريه. هاسخونة باش كدوب لينا ديك الزبدة، وكندير معاها واحد شوية ديال السكر الثقيل ناعم، يعني واحد معلقة في الأول، نتوما على حساب اللي كيبغيها الحلوة بزاف يدير أكثر، المهم على حساب كل واحد شنو كيبغي. حيت كنعاودو يعني نزينوها بالسكر الثقيل، دونك ما نديروش بزاف في الاول، ودابا كنديروا عليها داك الزبيب اللي طيبته بوحدو البخار، donc je rajoute mes raisins secs que j'ai déjà cuits à la vapeur. C'est pas dit que notre benatine tu m'as fait chauffer, mais j'ai pas, ma scratch, ma magnèche, bi idnillah, نجح معكم وصفة رائعة. يعني إحنا كنديروها بزاف في الطبخ المغربي، كيكون طلع تاني أو لا تالت إذا كانوا جوج ديال
وكنديروها حتى في يعني في المناسبات في الافراح في دونك فوالا. ومن بعد ان شاء الله غادي تشوفوها في يعني في التقديم كيفاش كنزينها. غادي نزينها باللوز ايفيلي وغنزينوها بالسكر الثقيل وبالقرفه. انا هذا الشيء اللي غادي ندير ليها الصفه ديالنا التقليديه، لا ما نقويو عليها داك قوت التشكيلات و اللي كنشوف دابا يعني بزاف ديال اللي كنزيدو فيها بزاف الحوايج. هذه صفه الوصفه التقليديه. دونك كنقول لكم الى لقاء على قناتي ان شاء الله البنات، والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تلايكيو وتشاركوا في القناه ديالي باذن الله باش يوصلكم كل جديد من عندي. الى اللقاء.